حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب. سيادة النائب، أولا بعد التحية، نتحدث عن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر وكذلك الإدانة التي صدرت على هذا القرار من قبل مجلس النواب المصري. كيف يرى مجلس النواب المصري القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، وما هي الطريقة الأمثل خلال المرحلة القادمة للتعامل مع هكذا قرارات تخرج سواء من البرلمان الأوروبي أو من برلمانات دول أوروبية أخرى؟ نعم، بالتأكيد هذه ليست المرة الأولى التي يصدر عن البرلمان الأوروبي مثل هذه البيانات، وأنا لا أريد وصفها بالقرارات، لأنه الحقيقة أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي أمس غير ملزم للدول الأعضاء، سواء كان دول الاتحاد الأوروبي أو أي دولة عضو في البرلمان الأوروبي، هو غير ملزم لها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي هذا لا يعد قرار، وإنما مجرد، أنا في رأيي يجب أن أخذه في إطار أنه مجرد بيان يحاول من خلاله عرقلة دور مصر ومكانتها في المنطقة. الحقيقة أن هذا البيان بيعبر عن أكثر من نقطة. أولا، التغافل الشديد لمجريات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وأننا في قلب منطقة بتعج بالصراعات والاضطرابات، وبالتالي تم تغافل دور مصر في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية اللي كان لها صدى إيجابي وكبير على الأمن والسلم الأوروبي ذاته. إضافة لذلك أنه يعني ما حدث هو بيعبر عن تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وتدخل غير مقبول بأي شكل من الأشكال. أيضا بيعبر عن جهل بما تم في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية من عملية تنمية شاملة لمفهوم حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وأن مصر بالفعل أخذت خطوات قوية وإيجابية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في كل جوانبه، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. طيب سيادة النائب، فيما يتعلق بهكذا بيانات كما وصفتها، يعني هذا البرلمان الأوروبي على أي شيء يعتمد في اتخاذ مثل هذه البيانات؟ على مؤسسات مجتمع مدني، على مراكز فكر؟ يعني أعضاء البرلمان الأوروبي كيف يبنون وجهة النظر هذه عن ما يدور داخل مصر؟ دعني أقول لك أن الحكومات الأوروبية نفسها بتنتقد مواقف خاصة بالبرلمان الأوروبي طوال الوقت، وبيروا أن البرلمان الأوروبي في كثير من الأحيان بيقوم بما يضر السياسات الأوروبية، وفي كثير من الأحيان أيضا بيتطرف في آرائه وبيتدخل في شؤون الدولة، وبالتالي نحن نجد انتقادات من جانب الحكومات الأوروبية ذاتها للبرلمان الأوروبي، وكما نؤكد بأن كل ما يصدر عنه هو مجرد رأي لدول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وليس ملزم لأي من الدول الأعضاء. صحيح. وأعتقد أنه كان من الأولى في البرلمان الأوروبي أن يتباحث مسائل حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في هذا البرلمان، لأن هناك مشكلة كبرى بالفعل لدى هذه الدول، بالذات في مسائل الخاصة بالتمييز، ولدينا كثير من الجرائم التي تمت على مدار السنوات الماضية متعلقة بالعنصرية ومتعلقة بالتمييز، وبالتالي هم بالفعل لديهم مشكلات كبرى في ملفات حقوق الإنسان، وبالتالي هم في اعتقادي يجب أن يوجهوا جهدهم لمعالجة مشاكلهم الداخلية، فضلا عن أنهم يتوجهوا إلى دول أخرى ويتدخلوا في شؤونهم بهذا الشكل السافر. أيضا هم بيغفلوا أن مصر دولة مؤسسات، وهناك فصل ما بين السلطات، وبالتالي أعمال السلطة القضائية إذا كانت وفق أحكام الدستور والقانون فلا يمكن لأي جهة أو سلطة أخرى المساس باستقلال القضاء والمساس بالفصل ما بين السلطات، وهو من الأمور التي نص عليها دستور عام 2014 وتلتزم بها الدولة المصرية باعتبارها دولة مؤسسات. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب على ما تفضلت به من توضيحاته.